مستمر مشاهدينا ومتابعينا الكرام، تتواصل التحديات والإثارة من هنا من ميدان التحدي، ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة. ينطلق مشاهدي الأعزاء الشوط 27 من مجمل أشواط الفترة الصباحية لسن اللقاية، وكما نتابع هذه الأسماء والشعارات المنطلقة نتابع طلة للسيد محمد بن معجب بن محمد بن أجبع الخيارين، يتواصل على بداية هذا الشوط ويقدم لنا طلة على أول المراكز، بينما المركز الثاني نجد مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأفاضل الوصول على مستوى المركز الثاني. هذه مشاهدي الأعزاء رسالة لخالد بن بخيت بن عويضة بن هلال العذبة المري على مستوى المركز الثاني، بينما المركز الثالث نجد من الجانب الآخر التقدم والانطلاق في هذه اللحظات ظهيرة لعلي بن طيناب بن علي بن طيناب بن عايض العذبة المري على مستوى المركز الثالث. المركز الرابع نتابع مشاهدينا الأعزاء تماني تصل في هذه اللحظات وتتواجد على مستوى المركز الرابع للسيد عبد الهادي بن علي بن مانع العجمي، بينما خامس التحديات هذه مشاهدينا الكرام القادمة بكل قوة تنطلق في هذه اللحظات. هنا مشاهدي الأعزاء أبها محمد بن حسين بن علي العجمي على مستوى المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدي الأعزاء للمراكز الخمسة الأولى المنطلقة في انطلاقة هذا الشوط، شوط ما قبل الختام، الشوط 27. كما نذكر للمتابعين بأن انطلاقات الفترة المسائية مع أشواط الرموز سوف تكون في تمام الساعة 1 من بعد ظهر هذا اليوم. نعود مباشرة مشاهدينا الكرام إلى طلة محمد بن معجب بن محمد بن أجبع الخيارين، يتقدم على أول المراكز، بينما المركز الثاني تصل في هذا الانطلاق ظهيرة علي بن طيناب بن عايض العذبة المري على مستوى المركز الثاني، بينما المركز الثالث تصل مطره للسيد حمد بن محمد بن حمد بن صلعه المري، يقدم لنا مطره في المركز الثالث. المركز الرابع نجد مشاهدينا الكرام ومتابعينا الافاضل للرساله علي بن بخيت بن عويض بن هلال العذبه المري، يتواصل في انطلاقه المركز الرابع، بينما خامس المراكز وخامس المنطلقين من الجانب الاخر ابها محمد بن حسين بن علي العجمي. هذه النتيجة مشاهدي الأعزاء في انطلاقات هذا الشوط للمراكز الخمسة الأولى، ولكن نعود إلى البداية، نعود إلى الصدارة مشاهدي الأعزاء. طلة تنطلق في مقدمة هذا الشوط، الله يا طلة، محمد بن معجب محمد بن أجبع الخيارين ينطلق في الصدارة، ينطلق بناموس هذا الشوط، ولكن من الجانب الآخر التغيير اللي طرأ وجرى على مقدمة هذا الشوط، هذه ظهيرة علي بن طيناب بن عايض العذبة المري المركز الثالث، وصلت مطرة حمد بن محمد بن حمد بن صلعه المري ينطلق في المركز الثالث ليقدم لنا مطرة، بينما المركز الرابع من الجانب الآخر أبها محمد بن حسين بن علي العجمي، وخامس التحديات ارصدني يا مخرجنا القدوم من قبل تماني عبد الهادي بن علي بن مانع العجمي على مستوى خامس المراكز. وهناك الأسماء المتسللة في هذا الشوط العلا تصل بشعار الشنجل، بخيت بن ناصر بن محمد الشنجل المري يصل مع العلا على مستوى المركز الخامس، وشعار العجب أيضا قادم ليقدم لنا هذه الانطلاقة الجميلة والرائعة مع العنود محمد بن مسور بن علي العجب المري. 1500 متر يا متابعين، 1500 متر عن نهاية هذا الشوط، ولكن الصدارة نتابع الانطلاق، نتابع التحدي، الله الصدارة، أبها محمد بن حسين بن علي العجمي على البداية ينطلق بناموس هذا الشوط، ولكن المركز الثاني الشنجل مشاهدين الأعزاء يقدم العلا على الصدارة. 1200 الشنجل، 1200 عن الناموس، عن الفوز، عن الانتصار، بخيت بن ناصر بن محمد بن ناصر الشنجل يقدم العلا على المركز الأول.
الأعلى على الصدارة، الكيلو المتر الأخير، الكيلو الخطير يا سلام، العلا على الصدارة، العلا على المقدمة، ولكن نتابع العجب يقدم لنا مشاهدين الكرام العنود محمد بن مسفر بن علي العجب المري، بينما المركز الثالث هذه مشاهدي الأعزاء أبها محمد بن حسين بن علي العجمي، بينما المركز الرابع وصلت في هذه اللحظات وصلت تماني عبد الهادي بن علي بن مانع العجمي، وخامس المراكز مطرة حمد بن محمد بن صلعة، ولكن العجب غير مشاهدينا الأعزاء، غير إلى المقدمة، غير إلى الانطلاق الأول، يقدم العنود الصيد يا سلام، الله يا شعار العجب، محمد بن مسر بن علي العجب المري بقيادة المضمر مبارك بن فهد بن رملان المري، يقدم لنا الإبداع، يقدم لنا التألق في صباح هذا اليوم، العنود مع الصدارة، العنود مع الناموس، الشعار الباريسي، يقدم العنود على المقدمة، محمد بن مسر بن علي العجب المري، تهانينا والناموس للمضمر مبارك بن فهد بن رملان على هذا الأداء الجميل، من قدم لنا العنود في هذا الشوط فائزة منطلقة بهذا التحدي الجميل، والنقطة الثانية في هذا الصباح، سلام يا العجب، سلام على هذا الفوز وعلى فوز العنود بالمركز الأول. المركز الثاني جاءت في مشاهدين الكرام تماني لعبد الهادي بن علي بن مانع العجمي، المركز الثالث كان الوصول من قبل العلا لبخيت بن ناصر بن محمد الشنجل، المركز الرابع جاءت في مطرة حمد بن محمد بن صلعة المري، المركز الخامس كان الوصول من قبل أبها محمد بن حسين بن علي العجمي. إذن مشاهدي الأعزاء تهانينا وناموس مرة أخرى لمالك العنود محمد بن مسفر بن علي العجب المري، والتهنئة لمبارك بن فهد بن رملان، منتابع العنود إلى خط النهاية 7:33:82 من الثاني هو توقيت العنود، تهانينا وألف مبروك. المركز الثاني جاءت فيه تماني لعبد الهادي بن علي بن مانع العجمي، وتوقيتها الزمني صاحبة المركز الثاني، ولحظة الوصول 7:39:34، تهانينا والناموس. بينما المركز الثالث العلا لبخيت بن ناصر بن محمد الشنجل، والتوقيت الزمني 7:39:54، تهانينا.